للأسف الورم انتشر في أكتر من مكان. النوع ده بيكون شرس جدا والسيطرة عليه بتكون صعبة. احنا لازم نبدأ العلاج في أسرع وقت ونعمل بروتوكول مكثف. في حالات كتير بتستجيب للعلاج ده، بس الأهم من العلاج إن المريض نفسه من جواه يكون عايز يخف. طيب اسمح لي بسؤال يا دكتور. اتفضل. احنا ممكن امتى نبدأ العلاج؟ من بكرة. لأن كل ما كان العلاج أسرع كل ما زادت فرص التعافي. إن شاء الله خير. خير بإذن الله. يلا عبد. خلي إيمانك بربنا. إن شاء الله خير. مالك يا حبيبتي؟ تحب نرجع للدكتور تاني؟ أنا مش هاخد كيماوي يا صالح. إحنا ما عندناش حل تاني. ده أمر واقع يا حبيبتي، أمر واقع. شفت أميرة بنت عمك لما كانت بترجع من الجلسات كانت بتبقى عاملة إزاي؟ صالح أنا خايف. حبيبتي، تأثير الكيماوي مش على كل الناس زي بعض. وبعدين ما الدكتور قال لك في حالات كتير قوي خفت. والله انت هتخفي، والله خلي ايمانك بربنا كبيره هتخفي. انا مش خايفه اتعب، انا مش خايفه اتعب، انا خايفه ابقى تقيله عليكم تحسسوا بيا، خايفه اوجع بناتي واكسر قلبهم وما تقوليش ان هم مش هيعرفوا. هنقول لهم ايه واحنا نازلين؟ هنقول لهم ايه؟ اكيد هيعرفوا. يعني هنخبي ازاي؟ إيه؟ وانا راجع من الجلسات يعني مش هيبان عليا، انا شعري بيقع مش هيبان عليا، وانا مناعتي بتقع مش هيبان عليا. مش هاخد الكيماوي يا صالح، ولو كده كده انا هتبهدل ما عنديش مانع. انا واقفة بس اموت وانا واقفة على رجليا وسط بناتي. من فضلك يا صالح بعد الشر عليك يا حبيبتي، بعد الشر. خلي ايمانك بربنا كبير وان شاء الله تخفي وقت عندي. اشترك في باقات واتشة الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.